محمية بطرف السلطة، المواطن المغربي كله محمي من طرف الدستور والسلطة. اللي دخل أهلا دخلنا تحنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تبدا السي العلوي، واحد الملاحظة مهمة جدا نظرا لأهمية هذا النقط اللي غادي نتداولوها في جدول الأعمال ديال اليوم. كاين الناس اللي يتسناو وعندهم مشاغل وعندهم بزاف ديال الأشياء. إلا بغينا نبداو في المناقشة التي ضاقت فيها الجلسة الثانية لدورة يناير 2023، وكان بالإمكان أن تنطلق هذه الجلسة في أجواء جد عالية كما كان يحدث سابقا في جميع المجالس. أستغل هذه المناسبة كل صراحة لأجل السيدة كنسة الشريبي على تضامنها ومساندتها للأغلبية التي قاطعت الجلسة الأولى لدورة يناير 2023، ولكن بخلال عدم حضورها وعدم توقيعها على لائحة الحضور، وهذا يؤكد على أن السيدة كنسة الشريبي ليست راضية على تسيير رئيسة مقاطعة سيدي بريوك. فيما يتعلق بجدول أعمال هذه الدورة، المادة 106 تشير على أن الرئيس يقدم عند بداية كل دورة تقرير حول الأعمال التي قام بها. في هذا الجدول لا توجد هذه النقطة، وبالتالي فهناك خلل معين في جدول الأعمال. الآن لم نحترم جدول هذه الأعمال، مع كامل الأسف، ونحن هنا أقول صراحة نتأسف. لماذا؟ لأن انتهينا من السياسة، أصبحنا كنا منتخبين وهمنا هم واحد هو الدفاع عن مصلحة المواطن. وصحيح أن السيدة الرئيسة دائما توجه اتهام لأعضاء المكتب واللجنة لعدم القيام بواجبهم، مع كامل الأسف
نحن كنواب داخل المكتب تواصلنا ببعض التفويضات، وهذه التفويضات هي مشلوله او معاقه التفويضات، بحيث تشير ماده من هذه التفويضات على ان النائب يمارس هذا التفويض بتنسيق تام مع رئيسه المقاطعه وتحت اشرافها، بمعنى انه ليس هناك تفويض. والملاحظه السيده الرئيسه اسمح لي ان اقول بكل صراحه، المجلس اخطات كثيرا في توجيه طلبك للاستاذ النواب حول تهيئ تقرير حول الاعمال التي قاموا بها في القطاع الفني لهم. بالله عليكم، هل نحن نواب داخل المقاطعه ام نحن عمال في مصنع او معمل؟ وهذا الماده اعتقد الماده 139 تشير على ان رئيس مجلس المقاطعه هو من يجب ان يعيد تقرير حول اعمال المجلس ويوجهها الى رئيس الجماعه. على اي حال اتمنى ان نتجاوز هذه المرحله وان ندخل في سبيل الموضوع، مع العلم احنا نحن ما لا اعرف هل بالفعل توفر النظام القانوني اعطاء انطلاقه لهذا لعمل المجلس ام لا. وشكرا سيدي الرئيس. سيدة الرئيسة باش يتقال لنا بانه النظري دار هذا المشكل. النظري هو عضو كباقي الاعضاء، يعني لا نحمله اي مسؤوليه، فهو عضو كباقي الاعضاء. بالنسبه لنا احنا اليوم عن الشباب السي موسى، اليوم الاخوان نحن لسنا قاصرين، احنا ماشي قاصرين، نحن قادرين على الذهاب بهذا المجلس الى الطريق الصحيح. السيدة الرئيسة مضت على انتخابنا اكثر من سنة ونصف كمستشارات ومستشارين بمقاطعة سيدي بليوط والى حدود كتابة هذه الاسطر. ما زلنا نتخبط في مسارات منتوية لا شكل لها. لكن ما يحس بالنفس اننا نمثل مقاطعة سيدي بليوط المعروفة. كتستمعوا معنا مشاهدين في مشاهدين شوف تي في. الامور ساخنه بزاف هنا في مجلس المقاطعه. من قرار فتح باب الترشيح لمنصب مدير مقاطعه سيدي بليوط، القرار رقم 241 بتاريخ 14 يناير 2022، والذي تنص على ما يلي: تتلخص مهام مدير المقاطعه وليس مدير المصالح كما يحلو للبعض تسميته على ما يلي: اولا تنسيق وتنشيط العمل الاداري بين مختلف المصالح التابعه للمقاطعه. بالله عليكم، هل لاحظتم اي تنشيط للعمل الاداري؟ ومعنى التنشيط هو خلق حيويه واعداد تغيير متجدد بنشاط واجتهاد تبقى به الاداره. للاسف لا شيء واضح في مقاطعتنا هذه سوى الجمود واستعمال كوبريكول لملفات سابقه، نسخ ملفات جديده من ملفات قديمه، حذف اسماء، حذف موضوع الى غير ذلك، ونسخ ليس نسخ كل ما يفهمه البعض، استبدال قرار بقرار اخر دون الغاء القرار الاول. ثانيا، الاشراف والتقدير لمختلف المصالح الاداريه
التابعة للمقاطعة. فاقد الشيء لا يعطيه، كم هي حصص التعطير التي قام بها السيد المدير، وما هي النتائج، وهل هو مؤهل لهذه المهمة؟ ثالثا، السهر على تنفيذ قرارات مجلس المقاطعة وتتبع مآل تنفيذ مقررات المجلس. سؤال للسيد المدير، كم هو عدد القرارات المتخذة من طرف رئيسة المقاطعة لمختلف المصالح، وهل عمل على تنفيذها وضبطها في سجل القرارات مرقمة ومؤرخة، وهل تم تنفيذها وما هو مآلها؟ رابعا، مساعدة رئيس مجلس المقاطعة في ممارسة الصلاحيات المخولة له. نعلم جميعا معنى الصلاحيات، ونفهم جميعا معنى الممارسة، والمساعدة تكون في شقها الإداري من تقديم النصح والمشورة لتسهيل مأمورية السيدة الرئيسة إدارية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. لا أن يتقمص دور السياسي وانحياز للون الحزب للرئيسة، لا أن يكون طرفا في التجاذبات السياسية للمجلس، فهي تعرف مدا وجزا، وأن يتعامل مع النواب باحترام. لا داعي لذكر المراسلة التي تحمل عبارات كأن المستشار أو النائب موظف لدى إدارة المقاطعة، كاستعمال كلمة الغياب التام وغير ذلك، كأنه استفسار، فقد كان حاليا أن لا تحرر الرسالة مقابلة تقديم المشروع للسيدة الرئيسة عبر وسائل أخرى في طاولة حوار بين الرئيسة ونوابها، لا أن يقوم بتحريم المراسلة دون التأشير عليها متملصا من مسؤولية تحريرها بأساليب أكل الظهر عليها وشريب، وجعل الرئيس توقع عليها وهي الرسالة برأسية مدير المصارع، حتى لا تتحمل الرئيس وحدها مسؤولية مضمون الرسالة. السيدة الرئيسة، الوقت ديال المقاطعة الرسالة. السيدة الرئيسة، أدعو السلطات أنها تشوف الطواجن اللي كيدخلوا من هاد الريستورون اللي قدامنا، هي طواجن توارتات منذ الإدارات القادمة، والآن كتدخل هاد الطواجن هادي، فين كتمشي وكاين الصاد اللي تشاف. شكرا سيدة الرئيسة. والنتيجة ديال هذا المجلس اللي هو دابا ماشي في المستوى بصراحة، بعد مجالس كثيرة كانت أغلبية، كنا كنعرفو كاين أغلبية وكاين معارضة، وكنا كنتناقشو كنخسروا كندوزو الأمور، ولكن هذا المجلس أنا أول مرة كنشوف مجلس في مؤسسة الولاية هذي تاتا، فعلا شيء مؤسف جدا، مؤسف أن تكون عندنا أغلبية مكيناش، مكتب مكينش. نواب مع رئيسة داكشي ما كانوش، وأكثر من ذلك هو أن كلشي حاضر وشايف وعارف، وكيكتبوا منتخب قدام عينينا تيقول لك نصيري ماشي رئيس فريق ديال الكرة، راه الفرق ما كايناش في الكرة الإخوان، راه الأحزاب السياسية اللي كتحترم راسها راه عبارة كدير فرق، وهاد الفرق يكون عندها رؤساء ويكون عندها مسؤولين، ماشي ولا واحد تيبغي يبغيها، إلا عندي حزب أنا كنتابع الحزب ديالي كيف ما كان في الرأي ودا الرأي، ماشي ولا واحد كيبقى يهضر على داكشي اللي بقى هو، أنا معايا اليوم عندك أنا معاك أنا معاك أنا معاك، وكيبدلوا البلاد كيبدلوا الأحزاب السياسية كيبدلوا البلاد ديالهم، حنا هادشي ما عندناش ولله الحمد، فبالتالي المشكل اللي تخرق في الأول السبب ديالو هو سعيد نصيري، وبمعنى آخر أنا قلت لك ذاك النهار نعاود نقولها ما كانش راسي. المؤمن إذا وعد أوفى، كان غيكون في حاله وكان غيكون ربما أحسن من
غتكون مشاكل ولكن غيكون احسن. على الاقل كانت هذيك الرئيسه غتبقى شي مدير ديك السياسه ممكن كان يقول انا كاين شي وحده ما كاينش وغنختلفوا. هادشي ما تعنيش انا المكتب كاين راه كنختلفوا راه كيف قال السي جيان حنا دائما نختلف ولكن في الاخر كنتناقشوا في مكتب وكنناقشوا الامور اللي ممكن نناقشوها ماشي جميع الامور اللي نقدروا نناقشوها مع الرئاسه. النظام الرئاسي عندنا في المغرب في القانون هو نظام رئاسي بشكل كبير ما غيمكنش الصغيرة والكبيرة الرئيسة ما غيمكنش يديروا الخير والوجه ولكن كاين أمور معروفة اللي خاصهم قدام خاص يكون برنامج عمل خاص يكون النواب عندهم تفويضات ويتحملوا مسؤوليتهم في تصدر التفويضات ديالهم إلا إذا كان فعلا واحد المشكل ديال عدم الثقة وإلا إذا كان أصلا التحالف في بدايته ما بقاش دار تحالف بواحد الطريقة نجد ما أصدر أخبار اللي وصلوا فيها منتخبين اللي دوزوا رئاسة الصفحة كيطلبوا كيهضروا باش يدوزو في هاد المجلس وملي دازو ولاو دابا دايرين هاد الامور عادي حنا كنشوفو هاد هي النتيجة الحقيقة المخاطر اللي تيكون في هاد الشيء هادا النتيجة النهائية ديالو فبالتالي لا نأسف عليه اللي كنأسفو على حاجة وحدة والله العظيم تنقولها من هاد المنبر واللي باغي يخلينا كنجي لحد الساعة الثمرات هو الحرص على اننا نحاول نحقو شي حاجة من هاد الناس اللي غنقدرو نفرو المواطن ولكن حد الساعة راه باقي غير الهضرة الخاوية بشعار المواطن اما كاينش شي حاجه ديال المواطن بشعار المواطن. نقطه اخرى الاخوان الكرام هاد المشكل ديال الدور اين الحقوق النقطه اللي طرحها شي نقطه مهمه فعلا ولكن راه بحال النقطه اللي كنتكلموا عليها ديال المساجد راه حتى هي ماشي في الاقتصاد ديال المجتمع مقاطعه تبريز راه خصها الجماعه الدار البيضاء كاين الوكاله الحضاريه حنا الدور ديالنا تداولي تنعطيو مقترحات كيف في النقطه فعلا ديال المساجد ما فيها عيب جوا في وقت اخر وجوا مجموعه من النقاط اللي كنتكلموا عليها تداوليه التداول تداولوا وكيبقى القرار الاول من الاخير المكتب اولا والرئيس اخيرا وكل واحد يتحمل مسؤوليته السياسيه والتاريخ والتسجيل ولا زال تسجيل الامور غتبقى هكذا وفعلا كيديروا شي ناس كيطلبوا من الرئيس يدير التكوين راه التكوين خاصو يدوز جميع حنا كلنا غنبقاو نديرو غنبقاو حيت دابا اللي كنتكونوا انا حتى واحد ما كيعرفش كل اللي علمي العالمي وحنا باش كنا منتخب من جداد كنا كنسمعوا بزاف كنحاولوا نتعلموا كنت انا باقا صغيره كنت كنغوت شويه وكنهضر مع شي منتخبين راه كيعرفوا اللي حاضرين معنا ولكن الحاجه اللي ما عنديش فيها اللي ما عنديش فيها علم وكان عارف اش قلت ما كنهضرش فيها فعلا الاحسن انه نرجعوا المستوى ديال الحوار ما يبقاش حتى القانون ما مضبوطش وكيتطلب منا تخرج ضد القانون ما زلنا كنلعبوا بالقانون كيف بغينا. نقطة أخيرة بغيت نتكلم عليها أنا بالغة إلى عندي أنه بالنسبة للأسواق كاين واحد المنتخب عنده هذا التكليف ديال الأسواق أنا ما عرفتش عنده تكليف بمهمة لا أنا حيت الأمور خاصها مزيان تكون لعب على السيد عارف أنه يقدر يخدم غير مزيان تكون تكليف مهمة لأنني حسب القانون المادة 66 النظام القانوني لعام 2014 كيتكلم على انه يمنع على كل عضو مزيان في هذا الشيء من اعضاء مجلس الجماعه باستثناء الرئيس والنواب ان يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس او اللجنه التابعه له المهام الاداريه للجماعه او ان يوقع الوثائق الاداريه او ان يدير او يدخل في تدبير مصالح الجماعه اذا ما كانش واحد التكليف بمهمه هو وقع من الرئيسه او لعب او هو نائب عنده التصويت فانا الامور القانونيه مزيان تقولها باش ما تكونش واحد النقطه اخرى اللي مستقبلا نعاودوا نتغلطوا عليها نعاودوا نتهضروا عليها ونضيفوا على النقطه ديال 120000 درهم ومجموعه من الامور استسلم شكرا يتجاوزوا بعض المسائل اللي تتوقع لانه هذا تعتبر على المسائل الصحيه علاش؟ لان كتعنى اننا نصحوا بعض المسائل وبعض المفاهيم وبعض الاقوال اللي كتخرج ربما عن الانفعال او ربما عن سوء نيه او عدم فهم. غادي نلخص التدخل ديالي في واحد ثلاثه ديال النقاط اللي كنعتبروها ديال المنظمه الكبرى وخصها توضيح.
وهو فيما يخص استقالة ديال الأعضاء ديال المجلس. استقالة ديال الأعضاء المجلس واردة مع رئيس كنظن بأنه المكتب من الأخير لا يعززه في شيء، وإنما ربما أنا أقولها بكل صراحة أنه الفهم للرئيس بأنه وبعض الإخوان اللي قالوا الآن بأنه المقاطعة نظام رئاسي 100% خطأ. ما كاينش القانون كيتحدث على السير الجماعي التشاركي، ولكن شي واحد الان عنده هذه المساله ديال انه نظام رئاسي 100% ما كاينش نحضوا كامل كمشرع يدير واحد جوج الناس ولا رئيسه وحده وخلى تسير، بمعنى انه نظام رئاسي في المخيله ديالو ولا على اساس هذا القانون. هذا من جانب، من جانب ثاني انه